سماء، أرض، وبينهم الإنسان. والإنسان كائن كله طاقة. هون بيطلع لنا قانون الجذب، التوكل، السعي، النتيجة. بما أنه الإنسان طاقة، فشو المطلوب منه؟ أن يسعى. ممتاز. هل لازم السعي يكون بهذا الجهد والتعب والغضب؟ لا، ما عليك إلا أن تطرق العشر أبواب اللي هم أمامك، وقد يكون رزقك ولا في باب كلهم. مثل تعمل اتصال على صديق تحكي له شو ممكن نشتغل مع بعض، تبعت سي في على مؤسسة وما يردوا عليك، تفتح تجارة هون أو باب هون أو باب هون والعشرة مغلقين. ولكن في باب اسمه باب الله، هناك رزقك هو اللي راح يفتح لك إياه من عبد أو طرف أنت مش متوقع. طب شو الحكمة أطرق كل العشر أبواب؟ هي الهالة تاعتك، إنك أنت تعمل زي لولب هيك. هذه شكل الطاقة على فكرة، هيك إحنا نتحرك بالطاقة ما بين السماء والأرض، ما بين العالم الروحاني والعالم المادي. بس مطلوب منك تحرك طاقتك، إما معلومات جديدة، دورة جديدة حصلت عليها، طريق غيرته، تخصص غيرته، مؤسس غيرته، حرب غيرتك، دفعتك، لغت عقود عملك، أو مدير فصلك إلى آخره. فالمطلوب منك فقط تدق الأبواب بهاي الطاقة. راح تلاقي رفض من البشر، راح تلاقي تجاهل، راح تلاقي إنك وحيد، ولكن استمر في تحريك اللولب، بسموه القانون اللولبي، عشان يتحرك من الأرض إلى السماء. بعدها اطمن في الباب، باب الله استنى فيك. مسألة وقت وما توعدون، والوعد عبارة عن وقت، ووقت الله مختلف عن وقتك، بيكون يجهزك إما بالبلاء أو بالإحسان، بجهزك. الطريقين بودوك على هذا الباب، إما بالدفع أو بإرادتك، ولكن هناك باب ينتظرك اسمه باب الرزق. صبر ويأتي بإذن الله.